بيك. اهلا وسهلا، مرحبا. شنو احوالك يا سيدي؟ مرحبا مدام فرح. اذا سي سالم، في اطار الادمان على الالعاب الالكترونيه، شكون ولدك؟ انا عندي ثلاثه اولاد. باهي. ثلاثه اولاد عابدين هاللعبه الالكترونيه هذه، كرهوني في النهار اللي ولدت فيه. ثلاثه اعمارهم قديش؟ الاعمار كل عندي. الاعمار كل عندي. 27 وانت هابط. دونك ثلاثه اولاد كبار تبارك الله. ايه كبار. كبار، معناتها ما ماهمش فتره مراهقه ولا اطفال. لا، فيهم واحد بركة 17. واحد اصغر، واحد 17. باهي. واحد 17. باهي. يلعبوا مع بعض ومرابطين مع جماعه اخرين بعيد، فيهم حتى بشلاتهم يديروا مسيرة. المشكل يمكن تنجم تكون عندك سلطة على ولد 17، لكن 27 تقريبا. عندي عليهم سلطة كل. عندك عليهم سلطة كل. باهي. أما خلوني ما نرقد. اي. ويبدو. ما نفيقش ثلاثة تاع الليل. اي. أنا جاك في الدورة. أنا في الواد. أنا قدامك أطلق. أنا يا سياح شي كره. يطلع فوق التليفون راجع، فوق التليفون راجع، فوق التليفون راجع، ما خليش ما نعمل. بخيرها باش نطلق روحي. عندي قريب يخدم في كل الشمال الجنوبي. حكيت له الحكايه. قلت له حكايه هكا وهكا، عمل لي حل. جاب لي جهاز صغير قد بك الدخان. حطه في الدار. مساحة 250 متر ما يمشيش الرجوم. شوف هاي قريب حطوا في الدار يلعبوا ويجوا يلعبوا ويلقوا التليفونات كلها ميتة. خذوا كونيكسيون. اي خذوا بواتي دو كونيكسيون، معناتها باش ينجموا يلعبوا. باش بالضبط. كانوا في النهار نشرح لهم، قلت لهم شوف هاي قريب في الليل تسكر. التليفون يمشي، التليفون يخدم لا شيء. ولادك يقراوا ما يقراوش؟ لا كمل. كان صغير مثلا. كان صغير. معناتها تفوقوا في الدراسة، معناتها لاباس. والله تعبوني، كانوا 3 سنين تعبوني بالقدا. كان جيت لي الآلة زيرة وتحت وطوي ربي يرجع. أموري واضحة، نرقد بتأني أموري واضحة. أما قبل يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله. واش كان أنا ودير الكل. ودير الكل. ايفا هذا الالعاب الالكترونيه والادمان عليهم، يمكن لازم من البدايه يكون فما شد بزمام الامور من الاول وقت اللي نحلوا. حتى انسان ما ثمش حتى انسان على المعمور على وجه الارض باش ينجم يتحكم بلعبه. مستحيل. يمكن من الصغرى، من الصغرى سي سالم، يمكن في الصغرى وقت اللي يمكن ما حليتش شويه يمكن يعملوا قواعد او قوانين. لا، الالعاب الالكترونيه ما كانتش قبل، لا مش ما كانتش موجوده حكايه 2019 بت. دخل عليها البريما سبور واللعب وال كنا قبل شنو نينتندو ونينتندو دي اس وكل حكايه هذيك. حاجات بسيطه، حاجات بسيطه. مش الكوست للانتحار 2018 الحوت الازرق. اي كلها في 2018 2019 ويجي. اما راهو فما هو راهو فما ديزابليكاسيون تنجم انت تبدا عندك اكسيل تليفونات ولادك تبلوكي الالعاب، تبلوكي الانترنت، لكن يمكن الاولياء ما عندهمش درايه في الموضوع هذا. تنجم نحن ما عندناش عليه درايه. هذا شنو معناتها؟ مهم برشا انه يكون فما درايه بالمواضيع هذيا. تدخل حتى على اليوتيوب يمكن تنجم تلقى شنو الابليكاسيون اللي تهبطها. تكنيسيان في الانفورماتيك معناتها نحن الكبار. اي ما نجوش ندخل للشيء هذا، ما نكذبش عليه. ما نعرفوش. كيفاش تمشي للمختص في السوق في المدينه معناها يصلح وينجم يريقل. اما نحن في الدار ما نجموش. انت حسيت توا مثلا واحد من اولادك، نحكيو على الصغار، الصغير بكل فيهم 17 عنده بعض اضطرابات، عنيف شويه، يحب العزله، ما عندهم توا صغير يقرا على روحه وما عنده حتى شيء. يمارسوا في انشطه. اللي وصلتني الاله دي عندها 6 شهور. شيء انا نتحكم في الماء تو. سامحني. الحمد لله يا رب. الحمد لله. نشكرك على البرنامج هذا ونشكر على الضيوف بحذاك. يعيشك يا سيدي. بارك الله فيهم ويرحم والديك. يعيشك. بارك الله فيك. يعيشك. يعيشك سي سالم، مشكور على المداخله. ما نتصورش يمارسوا في انشطه تقريبا 27 سنه يمكن يمارس الانشطه يمكن بالنسبه للصغيرات. اذا هو علاش انا حبيت هكا نحدد الانشطه، خاطر حتى 27 سنه كان ما يلعبش سبور
واش تسكن في العالميه راهو الرياضه بيدها تخرج في هرمون الاندورفين اللي تعطينا السعاده وتعطينا البليزير اللي احنا نلوجوا عليه. يعني نجموا احنا بالرياضه هذيك نجموا نحسوا روحنا انه احنا عندنا هالبليزير لكن مش مستحقين ان اوتر بليزير دو سون بروكوري. ناخذوا محمد علي معنا على التليفون.